بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي نتكلم على developmental origin of the arteries اللي كانت بتشكل جزء مهم من الكارديوفاسكولار سيستم. فتخرج الارتريز في جسم الجنين من 3 systems of blood vessels. السيستم الاول كان اسمه ضرس الاورطة، التاني هو الاورتك ساك، التالت هو الاورتك ارشز. هنتكلم عليه بالتفصيل حالا، ونبتدي بالضرس الاورطة. الضرس الاورطة، هذا المصطلح ماذا يعني بالنسبة لنا؟ ضرس الاورطة بالتأكيد كل اسم من دول، كل شق من هذا الاسم له أصل ومصدر. علشان نصل لهذه النهاية لازم نلجأ للبداية عشان نعرف بداية الضرس الأورطة كانت تكون ازاي. فنرجع للبداية، نرجع للجنين افتر فولدينج بالشكل المشهور بتاعه ده. ده الجنين وجواه الجت تيوب، والجت تيوب البروكسيمال بارت بتاعها كان الفارينكس اللي يوجد هنا في الاول في منطقة النك او ورا الاستوموديوم، يلي على طول البروكسيمال بارت اوف ذا فور جت او البروكسيمال بارت اوف ذا جت اللي اسمه الفور جت، ثم الميد جت والهايند جت. طيب علاقة دول بالدرس الاورطة؟ اقول لكم ننتظر شوية في هذا الانتفاخ اللي كان اسمه ثوراسيك بلج. كانوا كونوا تو اندوكارديال تيوبس. ايوه، تو اندوكارديال تيوبس اللي كانت محور كلامنا في المحاضرات اللي فاتت، اللي اتحدوا مع بعض وعملوا البريماتيف هارت تيوب اللي تحول لكاردياك لوب، طلع منه فور اكسبانشنز، كل اكسبانشن تحول الى جزء من الديفرنت تشيمبرز اوف ذا هارت. فاكرين الساينس فينوزس والبريماتيف اتريوم والبريماتيف فينتريكل والبالباس كورديس، كانوا طالعين من هنا. طيب هنرجع تاني للبدايه، وقولوا ان تو اندوكارديال تيوبس كانوا قبل ما يتحدوا مع بعض ويعملوا الاندوكارديال تيوب الواحده اللي اسمها البريماتيف هارت تيوب، كان كل واحده منهم كانت على اتصال ببلاد فيزل، واحد رايت وواحد ليفت. التو بلاد فيزلز دول كان هما البريماتيف اورطة. يبقى الاورطة الاولاني خالص كان على اتصال بالاندوكارديال تيوب، وكان يقع امام الفور جات اللي هو البروكسيمال بارت اوف ذا جات تيوب، يقع امامها. من اجل ذلك سمي البريماتيف اورطة في هذه المرحلة من عمر الجنين، سمي البريماتيف أورطة بالفنترال أورطة. يبقى الدرس الأورطة احنا بنحكي بداية بقصة تكوينه. تكوينه هنا كان مرتبط بتو أرترز اسمهم البريماتيف أورطة، كانوا خرجوا من الاندوكارديال تيوب جاست ان فرانت جاست فنترال تو ذا فور جات، وسمي الفنترال اورطة تو فنترال اورتي الرايت والليفت. اخترقوا السبستانس، مشوا راجعين لورا في جسم الجنين، عملوا بينتريشن. هم راجعين لورا دورسل، يعني عملوا بينتريشن. بينتريشن الاستراكشر في هذه المنطقة. هو مين اللي كان يتكون هنا؟ كان يتكون الفارنجيال ارشز الستة. هم اخترقوا السبستانس اوف ذا فيرست فارنجيال ارش، وراحوا اتجهوا للخلف عشان يمشوا ورا مين؟ يمشوا ورا الفور جات. علشان مشوا ورا الفور جات فسميهم في هذا المكان بالدورس الاورطة. اذا الدورس الاورطة هو الدورس الكونتينيويشن اوف ذا تو فنترال اورتي اللي كانوا خارجين من الاندوكارديال تيوب بعد ما اخترقوا السبستانس اوف ذا فيرست فارنجيال ارش، واتجهوا في طريقهم
للخلف behind. behind مين؟ behind the proximal part of the gut اللي اسمها الفور جات، وتسمم بمين؟ بالدورسال اورتي. طب وبعدين التو دورسال اورتي الرايت والليفت هيجم ورا اخر ارش اللي هو السكس، اللي هو المفروض يكون ظاهر في المنطقه دي، اللي هو السكس فارينجيال ارش، يعني اللي هو كان مناظر للسكس اورتيك ارش اللي هنتكلم عليه بعد كده، هيتحدوا مع بعض ويكونوا وان بلاد فيزل هو الدورسال اورطا. دي كانت قصه مين؟ قصه اول سيستم او اول سيجمنت بلاد فيزلز هجد دريفاتيفز لكثيرا جدا من البلاد فيزلز لجسم الجنين. يبقى احنا شفنا قصة الدورسال اورطة وعرفناها خرج ازاي، ده اول سيستم. السيستم التاني والتالت، التاني كان اسمه الاورتيك ساك، والتالت كان اسمه الاورتيك ارشز. الاورتيك ساك والاورتيك ارشز، هنقول ان الاورتيك ساك كانت خارجة من البريمتيف اللي هو الفنترال اورتا. الاسم ده سمعناه قبل كده، من هو الفنترال اورتا؟ لسه قايلينه حالا. الفنترال اورتا مش ده اللي كان على اتصال بالاندوكارديال تيوب، وكان فيه واحد رايت وواحد ليفت، وكان اتجه لورا للخلف وعمل الدورسال اورتا؟ ايوه بالظبط. طب التو فنترال اورتي دول هيتحدوا مع بعض في هذه المنطقة في الميد لاين ويكونوا استراكشر جديد، بلاد فيزل جديد اسمه أورتيك ساك. طيب ده السيستم الثاني اللي هو الأورتيك ساك، امال مين السيستم الثالث اللي اسمه أورتيك ارشز؟ الأورتيك ارشز دي عبارة عن 6 بيرز اوف ارتريز، ادي 1 2 3 4 5 6. هذه السكس بيرز اوف ارترز ماشيه ارشنج باترن، ماشيه في صوره اقواس على جانب ثم خلف. خلف مين؟ الجط. ايوه الجط قاعده في هذا المكان، تفصل بين الفنترال اورطة في الامام والدورسال اورطة في الخلف. اذا الجط قاعده تشغل هذه المنطقه بين الفنترال اورطة ونزل لتحت والدورسال اورطة. هما هيمشوا من خلف، يمشوا على جوانب ثم خلف الفور جات او خلف الجات، ويتجهوا للخلف ويعملوا كونكشن بين الفنترال اورطة والدورسال اورطة. ادي الاورتيك ارشز، اذا دي عباره عن بلاد فيزلز. الله، الاورتيك ارشز ده انا كان في مصطلح خدناه في الفرين اسمه الفرنجال ارشز. ايه الفرق بينها وبين الاورتيك ارشز؟ فرق كبير. الاورتيك ارشز دي بلاد فيزلز ويبلغ عددها 6، ودي عباره عن وصلات شريانيه مقوسه بين الفنترال اورطه والدورسال اورطه. امال مين الفارينجيال ارشز؟ ده اللي خدناها في البرانكال ابريتاس، ده كان جزء، دي كانت النك اوف ذا امبريو، النك اللي كبرت وطولت وجسمها تحول الى ارشنج باترن. جسمك ارشز دي عبارة عن ماسز من بره اكتوديرم ومن جوه اندوديرم وفي النص مش ديرم، وطلعت دريفاتيفز كتيرة شكلت لمعظم الاستراكشرز اوف زايد اند نيك. اما الاورتيك ارشز عبارة عن سيستم اوف ارترز، هي عبارة عن وصلات بين الفنترال اورطة والدورسال اورطة. الفنترال اورطة اللي كان قاعد قدام الفورجات، والدورسال اورطة اللي كان قاعد ورا الفورجات. طيب احنا عايزين نخلص من الحاجات السهله، نبتدي بالاورتيك ساك، نخلص من الاورتيك ساك عشان نتفرغ للصعب. الاورتيك ساك اللي احنا اللي هو السيستم من البلاد فيزلز رقم 2، دي عباره عن بيج ارتيريال شانل نشات من اتحاد التو فنترال اورتي. فده دياجرام للفنترال اورتي، ادي الفنترال اورتا اهو الشيء الليفت، وده الفنترال اورطة الرايت على حسب مكان وجوده في جسم الجنين، وده من انا ناظر له منين؟ من الامام. طيب
ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بالظبط ان التو فنترال اورتي هيقربوا من بعض ويتحدوا مع بعضهم، قربوا من بعض ويتحدوا مع بعض ويكونهم ايه؟ وان بيج فيوزي فورم ارتيريال شانل اسمها الاورتيك ساك. اذا الاورتيك ساك نشأت من اتحاد التو فنترال اورتي مع بعض. كويس. الاورتيك ساك ديت مصيرها ايه؟ هتبقى ايه من البلاد فيزلز بعد كده؟ الاورتيك ساك ديت عشان نعرف مصيرها هتتقسم بإيميشنري لاين، واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال. الهوريزونتال الجزء من الاورتيك ساك اللي قاعد تحتيه اسمه البروكسيمال بارت، والجزء اللي فوق منه اسمه الديستال بارت. نبتدي احنا بالبروكسيمال بارت. البروكسيمال بارت اوف ذا اورتيك ساك اللي هو ده اللي قاعد جنب الترانكس ارتريوزس. طب مين الترانكس ارتريوزس ده؟ الترانكس ارتريوزس اللي كان جزء الترانكس ارتريوزس اللي كان جزء من الكاردياك لوب، البريمتيف هارت تيوب، اللي طلع مين؟ طلع البلمونه ترانك والاورطه. ايوه طلعهم بعد ايه؟ طلعهم بعد ما حصل فيه سبتم اسمه اورتيكو بلمونري سبتم. صحيح. اذا البروكسيمال بارت اوف اورتيك ساك اللي هو قاعد تحت اللاين ده هيروح ايه اللي هيحصل له؟ هيبقى تبع الترانكس ارتريوزس، ويحصل له زي ما حصل في الترانكس ارتريوزس. يحصل له ايه؟ ان الاورتيكو بلمونري سيبتم اللي شق الترانكس ارتريوزس لتو بارتس، كل بارت كون بيج فيزل اللي هو البلمونري ترانك والاورطه، هيمتد في البروكسيمال بارت ديت اوف ذا اورتيك ساك ويشقها لجزئين اتنين. هيشقها لجزئين اتنين. طب نتيجه دخول الاورتيكو بالمونري سيبتم من الترانكس ارتريوزس الى جسم البروكسيمال بارت اوف ذا اورتيك ساك هينشا عنه ايه؟ هينشا عنه البلاد فيزلز اللي طالعه من الاورتيك ساك من هذا المكان هتكون على اتصال بالبلاد فيزلز اللي طالعه من الترانكس ارتريوزس. يعني ايه تاني؟ يعني اقول لك من الاورتيك ساك كان طالع اورتيك ارشز. ايوه صحيح. تحت ده كان من 3 ل 6، تحت اللاين ده كان الاورتيك ارشز من 3 ل 6. كويس. ومن الترانكس ارتريوزس كان طالع بلاد فيزلز. مين هم؟ البلمونه ترانك والاورطه. اذا نتيجه امتداد الاورتيكو بلمونري سبتم للبروكسيمال بارت اوف ذا اورتيك ساك هينشئ عنه كوميونيكيشن بتوين ذا بلمونه ترانك اند اورطه اللي كانوا خارجين من الترانكس ارتريوزس. كوميونيكيشن مع مين؟ مع البلاد فيزلز اللي طالع من هنا. مين البلاد فيزل طالع من هنا؟ الاورتيك ارشز. فهنجد ان البلمونه ترانك والاورتيك ارشز هيكونوا على اتصال ببعض من الاورتيك ارشز اللي خارجه من الاورتيك ساك. طب ده البروكسيمال بارت، امال الديستال بارت اوف ذا اورتيك ساك؟ الديستال بارت اللي هو يقع سيفاليك اللي يقع فوق كرينيال لهذا الهوريزونتال لاين. هوريزونتال ايميجينري لاين، ده لاين تخيلي. هذا الديستال بارت اللي هو الكرينيال بارت اوف ذا اورتيك ساك هيتقسم بفيرتيكال لاين الى تو هافز او تو ليمز، رايت ليمب وليفت ليمب. الرايت ليمب اللي هو ده سيصبح الانومينيت ارتري اللي هو البريكيوسيفاليك ارتري ده على الرايت سايد، اما على الليفت سايد فيشكل جزء من مين؟ هيشكل جزء من الارش اوف اورتا. طيب ده كان الاورتيك ساك. طب ماذا عن الاورتيك ارشز اللي هو السيستم الثالث؟ الاورتيك ارشز اللي هو السيستم الثالث انا باخد البصير بتاع هذه البلاد فيزلز او هذه السيستم اوف بلاد فيزلز ودورها في تكوين الارترز. انا خدت رقم واحد الاورتيك ساك وشفت كونت مين. طب الاورتيك ارشز السته مصيرهم ايه وهيكونوا مين؟ تعالوا نشوف مع بعض. الاورتيك ارشز اللي هي عباره عن 6 بيرز اوف ارترز هتخرج من الاورتيك ساك او تعمل ورصب وصله
بين الاورتيك ساك بوصفها الوريثه الشرعيه لمين؟ للتو فنترال اورتي، وتروح توصلهم بمين هنا؟ بالدورسال الاورتي. هذه السكس اورتيك ارشز اللي هي وصلات بين الاورتيك ساك والدورسال الاورتا كانت منظره للسته فارنجيال ارشز. ده مش كده وبس، ده كان يخرج من كل ارش من السته اورتيك ارشز بلاد فيزل يروح يغذي الفارنجيال ارشز. ادي كانت الاورتيك ايه؟ الاورتيك ارشز. مصيرها ايه؟ دي هتطلع لي بلاد فيزلز كتيره في منطقه الهيد اند نيك هنا. طب خليها لوحدها وتعالوا نشوف ايه السيستم التالت اللي اسمه الدورسال اورطا. الدورسال اورطا تعال نفك، طب من خلال هذه الرسمه تعال نفك طلاسم هذه الرسمه. ده الدورسال اورطا على الرايت سايد اهو، ده الدورسال اورطا على الرايت سايد، يفضل ماشي اهو 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 كده اهو لحد هنا اهو، وده الدورسال اورطا على الناحيه الثانيه ويفضل ماشي كده اهو اهو لحد هنا. كويس، ده الدورسال اورطا. امال فين الفنترال اورطا؟ الفنترال اورطا كان مكانهم هنا اهو. الله، الفنترال اورطا اتحدوا مع بعض وعملوا الساك دي، دي الاورتيك ساك. الاورتيك ساك اللي لسه متكلمين عليها من شويه، اللي الكرينيال بورت بتاعها انشق التو ليمز، ادي ليفت ليمب ورايت ليمب. الله، ليفت ليمب اللي هو ده، ده اللي كون جزء من مين؟ جزء من الارش في اورطا، البروكسيمال بارت اوف ارش في اورطا. طيب وده الرايت ليمب اللي كون مين؟ ده اللي كون الانومينيت ارتري. صحيح، يبقى المفروض المكان ده كان مكان وجود الاورتيك ساك، وادي الدريفاتيفز اللي طالعه منه. طيب يبقى الاورتيك ساك اللي هي هتمثل مين؟ او ممثلة في مين؟ في جزء من الارش اوف اورطا والانومينيت ارتري، وده الدورسال اورطا، ودي البلاد فيزلز اللي موصلهم مع بعض اللي كان اسمها ايه؟ الاورتيك ارشز. احنا هنا الفيرست والسكند سيبناها منهم، ادي كان السرد اورتيك ارش اهو، وده الفورس اورتيك ارش، ومن هنا ده كان السكس اورتيك ارش اللي كان طالع بعد كده في بلاد فيزل طالع في من المستوى بتاعه اسمه سيفنس انتر سيجمنتال، هنتكلم عليه بعدين. فين بقى الدورسال اورطا بتاعنا؟ ادي الدورسال اورطا اهو، مصيره ايه بقى؟ تعالوا نشوف مصير الدورسال اورطا ودوره في اخراج وتكوين بعض من الامبورتنت ارتريز في جسم الجنين. ناخد اولا هذا الجزء من الدورسال اورطا على الرايت سايد واجي على الليفت سايد، بس نبتدي بهذا الجزء اللي كان يقع في مستوى اعلى من، اعلى من مين؟ من السيرد اورتيك ارش. ده السيرد اورتيك ارش وده الدورسال اورطا اللي يقع كرينيال لو. هنلاقي انه هيخرج مين؟ بصوا كده على الرايت سايد وعلى الليفت سايد، ده كان بيخرج الانترنال كاروتيد ارتريز. يبقى عندي هنا الديستال بارت اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري، نهايه الانترنال كاروتيد ارتري هو الجزء من الدورسال اورطا اللي يقع كرينيال تو ذا ليفل of the third aortic arch. طيب مش خارج من السيرد اورتيك ارش، هو خارج من الدرس الاورطة في المنطقة اعلى السيرد اورتيك ارش. طب الجزء ده بقى من الايه؟ من الدرس الاورطة اللي يقع في المستوى بين السيرد اورتيك ارش والفرس اورتيك ارش، اللي هو الجزء ده. ده كان هيشكل مين؟ هيشكل ضغط اهي، الضغط دي هنا اهي، والضغط دي هنا اهي. الضغط دي بيسموه ضغطس كاروتيكس. الضغط دي تختفي وتذوب، الديس ابير. طب بين الفورس اورتيك ارش والسيفنس انتر سيجمنتال اللي هو المناظر للسكس اورتيك ارش اللي هو ده، فنجد الجزء ده يا جماعه من الدورس الاورطة اهو هيشكل مين؟ لا ده على الرايت سايد هيشكل حاجه وعلى الليفت سايد هيشكل حاجة. بصوا على الرايت سايد شوف شكل مين؟ هو المفروض ده الدورسال اورطا اهو، هيذوب ويختفي ويحل محله. ده مين ده؟ ده كان الرايت سبكليفيان ارتري.
يبقى جزء كبير من الرايت سبكليفيان ارتري هيطلع من الدورسال اورطة على الرايت سايد في المنطقة المحدودة بين الفورس اورتيك ارش والسكس اورتيك ارش اللي هو في مستواه كان السيفنس انتر سيجمنتال ارتري. مين السيفنس انتر سيجمنتال ده؟ شوية نعرفه. طب ده كان على الرايت سايد، طب على الليفت سايد هنا بصوا، على الليفت سايد ادي الدورس الاورطة اهو، شوف على الليفت سايد اهو داب وراح، ومين اللي حل محله؟ ده حل محله الديستال بارت اوف ارش اوف اورطة، لا نقف هنا. يبقى الارش اوف اورطة البروكسيمال بارت بتاعه ده اهو كان طالع منين؟ من الليفت لمب اوف ذا اورتيك ساك، والديستال لمب بتاعه ده اهو اللي هو ده اهو كان مين؟ ده كان جزء من الدورس الاورطة اللي يقع بين مستوى الفورس اورتيك ارش ومستوى السكس اورتيك ارش ممثلا في السيفنس انتر سيجمنتال ارتري. يبقى عرفنا مصدرين هما لمين؟ للارش اوف اورطة. طب الجزء بقى اللي هو تحت مستوى الايه؟ السيفنس انتر سيجمنتال، تحت مستوى السيفنس انتر سيجمنتال يعني تحت مستوى السكس اورتيك ارش او ادي السيفنس انتر سيجمنتال وادي عندي الدرس الاورطه، الدرس الاورطه على الرايت سايد هنا هيختفي. طب على الليفت سايد يا نهار ابيض، شوف على الليفت سايد عامل ايه؟ على الليفت سايد ده هيكون نهايه مين؟ نهايه الارش اوف اورطه. يعني بصوا معايا كده، الارش اوف اورطه اهو، الارش ادي الارش اوف اورطه خرج من ثلاث مصادر، له بروكسيمال بارت وله ديستال بارت. الديستال بارت اهو ادي الديستال بارت، الديستال بارت ده هيخرج من مصدرين اتنين، الدورسال اورطه بين 4 و6 والدورسال اورطه تحت 6 اللي هو تحت السيفنس انتر سيجمنتال ارتري. كده يبقى خلصنا مصير الدورسال اورطه. طيب تعالوا نشوف البرانشز، دي كانت البرانشز الكبيره، تعالوا نشوف بقى البرانشز الاصغر حجما اللي خرجت من الدورسال اورطه. كانوا أربع أنواع من الأرترز. النوع الأول والثاني في السبلانكينيك أريا في صورة فينترال ولاترال سبلانكينيك أرترز. النوع الثالث اللي اسمه انتر سيجمنتال أرترز، وأخيرا الرابع اللي هو الأمبليكال أرترز. طيب تعالوا دلوقتي نشوف الفنترال واللاترال سبلانكينيك ارتريز. الفنترال سبلانكينيك ارتريز اللي اسمها فيتال لاين ارتريز كان هي الارتريز اوف ذا جات. لما ناخد الابدومين، فاكرين في الابدومين لما اتكلمنا على ان قلنا ان الجات في الابدومين طلعت لي قسمناها الميد لفور جات وميد جات وهايند جات. الفور جات وشفنا الاجزاء بتاعتها واشهرها الاستومك وجزء من الدودينم وجزء من الاسوفيجاس، والميد جات اللي هي الدودين اللوب والمشتقات اللي طالع منه، والهايند جات الحاجات المصطلحات دي كلها عرفناها في الابدومين، مفيش داعي اكررها دلوقتي عشان الوقت. فهنجد الارتر اللي هيغذي الفور جات اسمه السيليك ترانك او السيليك ارتري، ده الموست كرينيال، والارتر اللي هيغذي الميد جات اسمه سبيرو ميزنتريك، والارتر اللي غذى الهايند جات اسمه انفيرو ميزنتريك. التلاتة ارترز دي اللي بيغذوا من الجات هي نماذج للفنترال سبلانكينيك ارترز اللي خرجت من الدورسال اورطة. اما اللاترال سبلانكينيك ارترز اللي هتغذي اورجنز على البوث سايدز لمنطقة الابدومين من الامبريو، فكان نورينا الارترز والجنادة الممثلة في التستيكولر أو الأوفيريان، ثم الميدل سوبرارينال والإنفيريور فرينيك أرتريز. دي بيسموها السبلانكينيك أرتريز الفنترال واللاترال. طيب يبقى دي المجموعة الأولى والثانية اللي خرجت من الدورسال أورطة. المجموعة الثالثة اللي كان اسمها السوماتيك أو الإنتر سيجمنتال أرتريز. دي أرتريز يبلغ عددها حتى الثراث السكرال ريجن 24 بالاضافه الى السكرال انتر سيجمنتال ارتريز. جزء منها
يخرج في منطقة النك، يخرج من الدورسال أورطة في منطقة النك يسموها سيرفيكال انتر سيجمنتال، وجزء آخر يخرج من الدورسال أورطة في منطقة الثوراكس يسموها ثوراسيك انتر سيجمنتال ارتريز، وجزء آخر يخرج من الدورسال أورطة في اللمبر ريجون يسموه لمبر انتر سيجمنتال ارتريز. الثلاثة الأولين دول عددهم 24، وأخيرا جزء يخرج من الدورسال أورطة في منطقة السكرال ريجون ويسموهم السكرال انتر سيجمنتال ارتريز. دي هنتكلم عليها تفصيلا حالا. وأخيرا النموذج الرابع للأرتريز اللي خرجت من الدورسال أورطة هي الأمبليكال أرتريز. الأمبليكال أرتريز ده عبارة عن زوج من الأرتريز تخرج من الدورسال أورطة تروح للبلاسنتا، بس وهي ماشية رايحة للبلاسنتا كانت ماشية في الأول على السايدز أوف ذا كلوكا، ثم يركبوا أو يمشوا مع الألانتويس حتى يذهبوا إلى منطقة البلاسنتا. في الأسبوع الرابع كان كل أرتري من التو أمبليكال أرتريز هيكتسب كونكشن مع الكومن إلياك أرتري ويفقد اتصاله الأولي مع الدورسال أورطة. يعني إيه؟ يعني ينفصل عن الأورطة ويروح يمشي في الجزء اللي بعد الأورطة اللي كان اسمه الكومن إلياك أرتري. ده في الأسبوع الرابع. أما بعد الولادة حصل شيء غريب أوي، شيء غريب للأمبليكال أرتري. فنجد أن البروكسيمال بارت أوف الأمبليكال أرتري هو اللي يظل ويبقى ويبقى اسمه الانترنال إلياك والسويرورزايكل، بينما الديستال بارت هتحصل له حادثة، هينسد، يحصل له أوبليتريشن ويتحول لليجامنت تربطه بالأمبليكاس اللي هي بقايا البلاسنتا أو بقايا الأمبليكال كورد اللي كان رايح للبلاسنتا، ومكان الأوبليتريشن يتحول بقية الأمبليكال أرتري إلى ليجامنت اسمها ميديال أمبليكال ليجامنت. تعالوا نشوف مع بعضنا الإنتر سيجمنتال أرتريز اللي كانت خارجه من الدورسال أورطة. لو نفتكر الدياجرام ده، دي شديد الأورتيك ساك، اي نعم، وده الدورسال أورطة بالظبط. امال مين ديت؟ ديت كانت الأورتيك ارشز. امال فين الخامس؟ ايه الخامس ده؟ الخامس الأورتيك ارش ده حصل له اوبليتريشن وديس ابير وراح واختفى، راح يمكن حتى النقطه دي نسينا نتكلم عليها مع الأورتيك ارشز، راح واختفى وكان السبب في ضمور واختفاء الفيفس فارينجيال ارش. طب فين الانتر سيجمنتال؟ ادي الانتر سيجمنتال ارتريز، ادي البيانات بتاعتنا اهي، ادي الاورتيك ساك وادي الدورسال اورطه وادي اتحاد الدورسال اورطه مع بعض، الدورسال اورطي واتحادهم مع بعض وكونوا دورسال اورطه واحد وراء السكس فارينجيال ارش او السكس اورتيك ارش. طيب مين الانتر سيجمنتال ارتريز؟ دي عدد 24 ارتريز باستثناء السكرال، جزء منهم يخرج في منطقة النك ويبلغ عددهم 7 او 7 انتر سيجمنتال ارتريز. السبعة انتر سيجمنتال ارتريز دول هيتوصلوا مع بعض بتلاتة لونجيتيودينال ارتيريال ارتريز. كويس، طب دول السبعة اللي في منطقة النك اللي اسمهم سيرفيكال انتر سيجمنتال ارتريز. طب كويس، سيرفيكال يعني اللي هم سوماتيك. في منطقة الثوراكس كان عندي 12 انتر سيجمنتال ارتري، وفي منطقة اللمبر ريجون 5، وعدد 4 تانيين يخرجوا من منطقة السكرال ريجون. طب الارتريز دي تطلع ايه؟ دي هتطلع ديريفاتيفز، يعني السيرفيكال انتر سيجمنتال هيطلعوا ارتريز اخرى، كذلك الثوراسيك واللمبر والسكرال. فين هي؟ تعالوا نشوف مع بعض. كل السيرفيكال انتر سيجمنتال ارتريز اللي كانوا خارجين من الدورسال اورطه
هيختفوا ما عدا رقم 7 اللي اسمه السيفنس انتر سيجمنتال ارتري، اللي كان بيخرج من الدرس الاورطة في مستوى مناظر للسكس اورتيك ارش. السابع اللي هو ده السيفنس انتر سيجمنتال، ده كان بيكون، ده طبعا كلهم هيختفوا ويذوبوا، ادي الانتر سيجمنتال هنا اختفت ودابت ما عدا السابع السيفنس انتر سيجمنتال الذي ظل صامدا ثم تحول الى جزء من السبكليفيان ارتري. الله، ده احنا خدنا السبكليفيان ارتري كان طالع على الرايت سايد، كان طالع من جزء من الابورتك، من الدرس الاورطه، نرجع لها وعلفت سايد، هيكون مين؟ السبكليفين ارتري. طب مش احنا قلنا ان السبعه سيرفيكال انتر سيجمنتال ارترز كانوا متوصلين مع بعض بثلاثه تشانلز؟ ايوه، الثلاثه تشانلز دي تتحول الى بعض من البلود فيزلز اللي كانت خارجه من السبكليفيان ارتري، وكان اشهرهم الفيرتبرال ارتري خارج من السبكليفيان، وده كان احد الثلاثه لونجيتيودينال تشانلز اللي كانت موصله الانتر سيجمنتال ارتريز ببعض. اذا مصير السيرفيكال انتر سيجمنتال ارتري هو اختفائها، بينما يقبع السابع ويظل ويمتد ويصير اسمه السبكليفيان ارتري على الليفت سايد، وعلى الرايت سايد هيصير جزء من الرايت سبكليفيان، ويظل السيفنس انتر سيجمنتال اللي بقى السبكليفيان حاملا الثلاثه لونجيتيودينال شانل، وكان اشهرهم مين؟ الفيرتبرال ارتري. طيب اما الثوراسيك انتر سيجمنتال ارتريز اللي كان عددهم 11 12، كانوا 11 منهم هيتحولوا الى الانتركوستال، ورقم 12 هيصبح السب كوستال، بينما الاربعه لمبر ارترز سيظلون في مكانهم. الاربعه لمبر انتر سيجمنتال هيتحولوا الى ايه؟ هيتحولوا الى اربعه لمبر ارترز. اللمبر ارترز دي موجوده في الادلت، موجوده في الادلت هيومن بينج. اما الفيفث لمبر انتر سيجمنتال ارتري، الفيفث لمبر انتر سيجمنتال ارتري سيتحول الى الكومون الياك ارتري. يبقى هنا في هذا المكان ال 12 ثوراسيك انتر سيجمنتال صاروا من الانتركوستال ارتريز والسبكوستال، واول اربعه لمبر صاروا اللمبر ارتريز، او الاربعه لمبر انتر سيجمنتال صاروا اللمبر ارتريز، بينما تحول الفيفث لمبر انتر سيجمنتال ارتري الى مين؟ اهو، الى الكومن الياك، ايه؟ الى الكومن الياك ارتري. طب بص كده معايا، الكومن الياك ارتري ده اللي هيتفرع لفرعين اتنين، اكسترنال وانترنال الياك، هنجد ان الاكسترنال الياك برانش بتاعه هيظل ان كوميونيكيشن مع مين؟ مع السبكليفيان بلونجيتيودينال ارتيريال شانل. اللونجيتيودينال ارتيريال شانل اللي هتوصل الاكسترنال الياك اللي خرج من الكومن الياك اللي هو كان الفيفث لمبر انتر سيجمنتال، هذه الفيرتيكال لونجيتيودينال شانل ستتحول الى ثلاث ارتريز. الابر موست بارت بتاعها اللي هو ده سيصبح الانترنال ثوراسيك ارتري، بينما الميدل بارت سيصبح السوبيريور ابيجاستريك ارتري، وكان الكودال بارت او اللور بارت ستصبح الانفيريور ابيجاستريك